الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وانتهينا عند باب الحديث عن السترة، باب سترة الإمام، سترة لمن خلفه، يعني أن من خلف الإمام لا يحتاج إلى سترة إذا كان مأموما، يعني أن من كان له إمام فسترته تغني عن سترة المأموم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة، فصلى يعني إلى جدر، فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدر ومرت من ورائه، أو كما قال مسدد. نعم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إماما بهم جعل الجدر أمامه وهو جدار، أو بداية الجدار من الأسفل، المهم أنه جعل ذلك سترة له في صلاته، وبينما هو يصلي تلك الصلاة مرت بهمة تمر بين يديه، أرادت بهمة تمر بين يديه، بهيمة صغيرة، فما زال يدارئها يعني يحاول أن يمنعها من المرور بين يديه، كلما أرادت أن تمر تقدم، استمر في ذلك حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. إذن فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ألا تمر حتى تقدم تلك الخطوات إلى أن وصل إلى الجدار. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه. نعم، وهذا يعطي نفس المعنى ولكنه منقطع بين يحيى بن الجزار وبين ابن عباس، وبينهما كما جاء عند البيهقي بينهما صهيب أبو الصهباء البصري، وصهيب أبو الصهباء البصري قال فيه ابن حجر مقبول، قال فيه ابن حجر مقبول، لكن أورده ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع، ولم يضعفه إلا النسائي، قال عنه أبو زرعة ثقة، والنسائي لم يبين سبب الضعف، ولذلك اعتمد شيخنا رحمة الله عليه توثيقه، قال أنه ثقة، وهو لا ينزل عن رتبة الحسن حديثه، فهو صدوق على الأقل، وبالتالي بهذه المتابعة من البيهقي الحديث حسن، وتبين لنا الواسطة بين ابن الجزار وبين ابن عباس، فهو صهيب أبو الصهباء البصري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت:
كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض. قال أبو داود: رواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة، وإبراهيم عن الأسود عن عائشة، وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة، والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا وأنا حائض. نعم، إذن كلمة وأنا حائض شاذ، كلمة وأنا حائض شاذ. ولكن هنا قال: قال شعبة وأحسبها قالت وأنا حائض. في هذا الموضع بينه غير أبي داود في روايته أبو داود الطيالسي، بين أن القائل لذلك هو من الذي استشكل أو الذي قال أحسبها قالت، هو هنا قال شعبة، هنا قال شعبة، لكن في الطيالسي قال شعبة قال سعد بن إبراهيم. إذن فالشاك في هذا هو سعد بن إبراهيم، وعليه فقد خالف سعد بن إبراهيم كل أولئك الذين ذكرهم أبو داود، فهي شاذة، وسبب شذوذها مخالفة سعد بن إبراهيم على الصواب. نعم، لكن في النهاية من غير هذه هناك ما يدل على أن المرأة إذا كانت بين يدي الرجل في صلاته لم تقطعها، وكنا قررنا أن المرأة تقطع الصلاة، لكن ذكرنا كيف يجمع بين هذا وبين ذاك، كيف يجمع بين هذا وهو أن المرأة لا تقطع الصلاة، وبين ذاك وهو أن المرأة تقطع الصلاة. نعم نعم، فرق بين من ثبت بين يدي المصلي وصلى المصلي وكان بين يديه معترضا، وبين من يمر بين يديه. لذلك لا مانع من أن يتخذ المصلي رجلا أو ظهر رجل سترة بين يديه، ولكن مانع أن يمر المصلي أو أن يمر الرجل بين يديه. يعني لو جاء رجل الآن صلى خلف واحد من الإخوة مثلا في أي مكان صلى، وجد واحدا فصلى وراءه، أليس بين يديه رجل؟ بلى. طيب، فجاء رجل آخر ومر، ما الفرق بين هذا الرجل وذاك؟ أن الثابت بين يدي المصلي لم يقطع صلاته، بينما المار قطع. هذا يدل على أنه طيب، وهل النصوص التي فيها القطع فيها ما يشير إلى المرور؟ هل المرور، هل اعتبر الشرع المرور محظورا في نصوصه؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار، ولم يقل لو يعلم من كان بين يدي المصلي، لو يعلم المار. ولذلك لو كان النهي لا لقطع الصلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ دابة صلى، يعني استتر بها، أو عائشة رضي الله عنها كانت بين يدي تركها، لكان على الأقل عمل بالأولى، وكانت تفعل ذلك، وكانت تفعل ذلك ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل القيام يستمر وهي معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزها، فإذا أنهى صلاته وأراد أن يوتر أيقظها. فلماذا وهو ينهى عن الصلاة وهو يبين أن المرأة تقطع الصلاة لو كانت لا تقطع الصلاة؟ فإذن فرق بين المرور وبين الثبات. أرجو أن يكون هذا واضحا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، راقدة على الفراش الذي يرقد عليه، حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. نعم، هذا الذي ذكرنا الحديث الصحيحين لا إشكال فيه. نعم،
قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. نعم، وهذا واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغمز رجلها لا من أجل أنها تؤثر على صلاته، ولكن لأن رجلها كانت بين يديه في الصلاة يريد أن يسجد، يعني من أجل أن يوجد موضعا لسجوده، لا أن ذلك يوقع. وهذا هو موضع الشاهد عندها رضي الله عنها، أنني كنت بين يديه ومع ذلك لم أبطل صلاته، فكيف تجعلوننا مثل الكلاب والحمير نبطل الصلاة؟ وهذا الاعتراض وجيه، لأنها تخاطب لا بشيء سمعته أو تشك فيه، وإنما تخاطب بشيء النبي عليه الصلاة والسلام فعله معها هي في صلاته. واضح؟ وغمز يعني أنه ضغط أو كبس أو كذا على يعني على رجلها، يقول لها مثلا بيده هكذا بحيث تنتبه فتبعد رجلها حتى يجد مكانا يسجد فيه. لكن مع ذلك كما ذكرنا إنه يجمع بين هذا وبين ما سبق بقضية الاعتراض والمرور، يعني التفريق بين الاعتراض والمرور. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عاصم بن النضر حدثنا المعتمر حدثنا عبيد الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتها فسجد. هذا في معنى السابق، ولا شك أنها كانت تكون نائمة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ينهي صلاته ويبقى معه الوتر يوقظها حتى توتر إذا كانت نائمة في أول الليل، فلا أثر لذلك. وفي هذا دليل على أن الصلاة إلى النائم أو أن النهي عن الصلاة إلى النائم ليس على التحريم، وإنما للكراهة فقط، أنه يكره أن يصلي الإنسان للنائم إلا إذا كانت دعت الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت حجرة عائشة رضي الله عنها ضيقة، يعني ما كانت بيوتهم كبيوتنا الآن، يعني لأن بيوت الآن إذا كان واحد عنده مثلا 3 متر في 2.5 يقول لك والله الغرفة ضيقة، وعندما أضع يعني الفراش بالكاد يبقى بعد الفرشة أو بعد غرفة النوم 0.5 متر أو كذا، فيعني ممر بسيط. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسجد إذا لم تنحي عائشة رجلها ما وجد مكان لسجوده، فكانت حجرهم ضيقة، فإذا وجد هذا في غرفة أنت تنام فيها وأردت أن تقوم الليل وكان معك من ينام في نفس الغرفة من الناس، ولا سيما قد يكون هذا مثلا في أحيانا في رحلة عمرة وكذا تكون في الفندق تريد أن تقوم الليل في الليل، والأحيان بعض هذه يعني بعض الشباب ينزلون يعني في مكان واحد فتضيق الغرفة، فحينئذ لا يقال لك لابد أن تبحث مكانا لا ليس به من يعترض بين يديك من النائمين لضيف المكان، يعني إذا مثل هذا لا بأس به. أما إذا لم يضق المكان ما تذهب تبحث عن المكان الذي يكون فيه النائم وتستقبله في صلاتك. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حاء قال أبو داود وحدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفظه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كنت وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه، فإذا أراد أن يوتر زاد عثمان غمزني ثم اتفق فقال تنحي. طبعا أول أسانيد إن التي مرت فيها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإسناده حسن لأن عمرا صدوق، وهنا هذا الإسناد فيه صدوقان، من هما؟ عبد العزيز الدروردي محمد بن عامر بن علقمة الليثي صدوق له أوهام، وعلى كل حال فهذا يشهد له أيضا ما سبق
يشهد له أو يعني يتقوى بما سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: جئت على حمار حاء. وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. قال أبو داود: هذا لفظ القعنبي وهو أتم. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة. نعم، ما هو الواسع؟ ومع أن أبا داود قال هذا لفظ القعنبي وهو أتم، إلا أن لفظ القعنبي في سنن أبي داود ليس هو الأتم بالنسبة لغيره، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورده من رواية القعنبي بنفس الإسناد بإسناد ذاته، وعندما قال يصلي بالناس بمنى قال إلى غير جدار فحدثت هنا. ورواه البخاري أيضا من طريق عبد الله بن يوسف، وأيضا من طريق إسماعيل بن عبد الله بن أويس الأويسي، كلهم يقول في حديثه إلى غير جدار في هذا الموضع. فأبو داود يقول هذا لفظ القعنبي وهو أتم، يعني الذي أورده، ومع ذلك فلفظ البخاري أتم من لفظ أبي داود بنفس الإسناد القعنبي عن مالك إلى آخر الإسناد. واضح الأمر؟ طيب، السؤال: هذا الإسناد ما هي حاله؟ إسناد القعنبي من أصح الأسانيد عن ابن عباس، وهي كذلك أيضا من رواية عثمان بن أبي شيبة، وكذلك عند البخاري هي من رواية القعنبي ومن رواية عبد الله بن يوسف وغيرهم. الشاهد من كلام هناك إلى غير جدار، وهذا يبين مراد مالك رحمه الله، هذا يبين مراد مالك، وهو أن ابن عباس إنما ذكر هذا اللفظ من أجل ماذا؟ ذكره في معرض الاستدلال على عدم تأثير مرور الدابة بين الصف ولو لم يكن لأولئك لمن يصلي في تلك الصفوف سترة، لأن ابن عباس أراد أن يتقدم ويصلي، وربما أراد أن يصلي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ترك الأتان ترتع كانت ترتع بين يدي الصف، يعني إيش؟ يعني أمام الصف، والصف لم يكن لكل واحد منهم سترة، فهذا يفيد أنه إذا كان لك إمام فإمامك سترة لك، لا تحتاج إلى سترة فيه، ولا يتأثر المأموم إذا مر بين يديه حمار أو امرأة أو كلب أسود، لا يؤثر. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم له سترة في ذلك الموقف؟ قول ابن عباس رضي الله عنه في هذا الموضع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع. لماذا قال إلى غير جدار؟ معرض استدلال ابن عباس لهذا الحديث على عدم تأثير مرور الأتان بين يدي الصف أنه لا يوجد شيء يحول، لا يوجد شيء يستر، فقوله إلى غير جدار لغير سترة، وهذا ما صرح به الإمام الشافعي في معنى الحديث، فسر الحديث قال إلى غير جدار يعني إلى غير سترة. واضح؟ ومن هنا فإن هذا يدل على أنه وإن كانت السترة مؤكدة ومسنونة، والنبي عليه الصلاة والسلام حض عليها كثيرا، إلا أن فعله هذا صلى الله عليه وسلم مع وجود ذلك الجمع الكبير يدل على عدم إثم من ترك السترة وأنها ليست واجبة. واضح؟
وينبغي على المسلم أن لا يقلد أحدا في دينه مهما بلغ ذلك الأحد من الفضل والعظمة في العلم، لأن الدين تبع للمشرع، الشارع الحكيم هو الذي يأمر وينهى، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يبين لنا الشريعة، ليس فوق النبي عليه الصلاة والسلام ولا معه من يشاركه في ذلك الشريعة. أصاب من أصاب وأخطأ من أخطأ، مع الأدب الجليل مع أهل العلم مهما كان منهم. هذا كلام واضح، تمام يا أخوانا؟ إذن هذا هو المقصود. فماذا قال؟ قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا، يعني تمر هذه الدابة بين يدي الصفوف وإن لم يكن لها ماذا؟ سترة. لكن هذا ليس فيه أن تلك الدابة تمر بين يدي الإمام، ليس فيه أنها تمر بين يدي الإمام، وبالتالي لو أن فيها ما يشير أنها مرت بين يدي الإمام هنا يكون الإشكال كبيرا. لماذا؟ لأن الإمام يحتاج إلى سترة ليمر بين يدي الدابة والكلب الأسود والمرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصحباء قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف، فما بالا ذلك. يعني هذا فيه قريب من ذاك، يعني جاريتان، وقد لا تكون الجارية مؤثرة أصلا، يعني الجارية لا تقطع الصف إلا إذا كانت امرأة، لأن الذي يقطع الصف هي المرأة الحائض، والمرأة الحائض هي البالغة، والجارية قد تكون غير بالغة، لكن الحمار هو الذي يؤثر. نعم. طبعا هذا فيه أبو الصحباء الذي ذكرناه في السابق، صهيب أبو الصحباء البصري، وهو الحسن الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مخراق الفريابي قال: حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال: فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما قال عثمان ففرع بينهما، وقال داود فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالا ذلك. لم يؤثر في صلاته، إسناد مقارب للإسناد السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه، فما بالا ذلك. نعم. طبعا هذا لو أنه صح يكون فيه إشكال، الكلام ليس على ما بين يدي الإمام وإنما على ما بين يدي الصف. ففي هذا الحديث أنه كان بين يديه، لكن هذا الحديث أو هذا الباب الذي ذكره لم يذكر تحته أي حديث صحيح. حديث الذي ذكره حديث واحد أو حديث ضعيف، فيه علتان. أولى مجهول، هذا العلة الثانية، جهالة العباس وانقطاع ما بينه وبين الفضل لأنه لم يسمع منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان. نعم، إيش هذا الكلام؟ ماذا في هذا الحديث؟ مجالد ضعيف، وكما نعم، وأبو الوداك صدوق يهم، يعني أبو الوداك وربما يكون أحسن حالا من صدوق يهم أيضا، يعني أبو الوداك حاله جيدة لا يؤثر في قضية صدوق يهم، يعني قد لا يستحق صدوق يهم، يعني صدوق يهم قريب من الضعيف، ولكن في النهاية الحديث ضعيف لضعف مجالد، لضعف مجالد هذا لا يصح. وكما ترون الإمام أبو داود رحمه الله يعني يجمع أدلة الخصوم في أبواب الفقه، لأنه كتاب فقهي، والإنصاف أنه يذكر أدلة الخصم، وأدلة الخصم قد تكون ضعيفة أو ظاهرة الضعف، فمجالد ضعفه ظاهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، حدثنا أبو الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي، فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرؤوا ما استطعتم، فإنه شيطان. قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعد. نعم، أنا إن صح الخبر، إن صح الخبر يعني أنه حصل تعارض، التعارض ليس بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخبر، تمام، التعارض ليس بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخبر، وإنما إذا تعارض، إذا تنازع إيش؟ خبران، يعني كلاهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ننظر ما الذي عليه العمل، وهذا منهج السلف، أن العمل يكون على ما كان عليه عمل السلف رضي الله عنهم، هم الذين بينوا لنا ووضحوا لنا، وعملهم ملزم، فهمهم ملزم، إن اختلفت الأدلة وهم عملوا على جانب معين دل ذلك على أن هذا هو الفهم الذي ينبغي. لكن هنا هل تعارض الخبران؟ عندنا هذا الخبر أنه لا يقطع الصلاة شيء، أو لا تقطع الصلاة المرأة، لا تقطع الصلاة وكذا، كل ذلك ليس فيه الدلالة الكافية والمطلوبة، ولا يقطع الصلاة شيء كما ترون في هذا مجالد سيء الحفظ. يعني قلنا أبو الوداك، يعني طبعا سبب يعني الدفاع هو ليس، يعني أبو الوداك لا يصل إلى الدرجة التي قلنا من أنه صدوق يهم، لأن هناك من وثقه، هناك من قال فيه كلاما، يعني أبو يحيى بن معين يقول فيه ثقة، والنسائي يقول فيه صالح، ومرة قال ليس بالقوة، يعني شاهد من كلام أنه إيش، أنه قضية أن ينزل إلى رتبة الصدوق، لكن مجالد سيء الحفظ، فهذه كما يقال هذه الجنازة لا تستحق كل هذا العزاء، فجعل هذا خبر في مقابلة أخبار التي فيها النهي عن أن يمر بين يدي المصلي شيء، وأنه يقطع الصلاة كذا وكذا وكذا، هذه الأخبار ليست متكافئة، وإذا كانت الأخبار ليست متكافئة فلا يقال حينئذ إذا تنازع الخبران نظر في عمل الصحابة، إذا تكافأت الأدلة قيل هذا، لكن عند النظر تبين أنها لم تتكافأ، وبالتالي يعمل بماذا؟ بالراجح، وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم. ونعم، هناك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من ثبت عنه أنه يقول بأنه لا يقطع الصلاة شيء، ولكن خالفهم أيضا بعض الصحابة وقالوا
بأنه يقطع الصلاة كذا وكذا، وبالتالي فهذا قال به بعض الصحابة وهذا قال به بعض الصحابة، وبالتالي لا يمكن أن يقال إن عمل الصحابة كان في أحد الطرفين دون الآخر. نعم. يمكن يعني يمكن أن يقال لا يقطع الصلاة شيء لا يحمل على ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن لا، يعني المقصود من الكلام أنه ثبت عن بعض السلف عن بعض الصحابة أنه لا يقطع الصلاة، وبعضهم ثبت عنه ومنهم أنس أنه يقطع الصلاة وبعض التابعين ومن تبعهم، فبالتالي هذه قضية خلافية ولا ينظر فيها إلى يعني لا يقال والله عمل بعض السلف بذلك وهم ليسوا حجة على الباقين، الحجة بالنص طالما المسألة مختلف فيها، الحجة في ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يعمل بذلك والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب تفريع استفتاح الصلاة. باب رفع اليدين. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه. وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين. قوله أبواب تفريع استفتاح الصلاة يعني أبواب ما يتفرع في بدايات الصلاة، فيما يتعلق في بدايات الصلاة، لأن الشيء يستفتح يعني في بداية ما ينفتح به الأمر، فهذا المقصود، وليس المقصود الاستفتاح كما يمكن أن يظن يعني دعاء الاستفتاح، وإنما الاستفتاح فيما يتعلق بالتكبير، الرفع، اليدين إلى آخره، هذا استفتاح استفتاح الصلاة. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للرفع، رفع اليدين الذي يلزم من رفع اليدين أربعة مواضع، الذي يلزم المصلي من رفع اليدين أربعة مواضع: أن يرفع يديه يعني هكذا عند تكبيرة الإحرام، أن يرفع يديه هكذا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع يعني عندما يقول الله أكبر ويركع، وعند الرفع من الركوع لما يقوم من أجل أن يسجد، كذلك جاء في بعض الروايات وعند الرفع للسجود، لما ترفع من الركوع تريد أن تسجد تفعل ذلك. هذه كم واحدة؟ ثلاثة. وعند القيام من الركعتين يعني إلى الثالثة، يعني بعد التشهد الأول. كم واحدة صارت؟ أربعة. من يعدها؟ عند التكبير، عند إرادة الركوع. تكبير، كله تكبير. تكبير الإحرام. نعم. عند إرادة الركوع. عند الركوع. وعند رفع الركوع. رفع الركوع. عند القيام من التشهد الأوسط. عند القيام التشهد الأوسط. يتشهد أوسط في الصلاة. التشهد الأول. التشهد الأول والتشهدان. التشهد الأوسط إذا في ثلاث تشهدات. شيك. يعني هذا ليس مني، يعني هذه سمعت من الشيخ ابن عثيمين، واحد سأله التشهد قال ما في تشهد أوسط. هما تشهدان أول وثاني فقط. جيد. إذن هذا واضح في هذا الحديث وهذا الإسناد. هذا الإسناد تفضل. أي حسنت، هو من أصح الأسانيد، علي بن عمر رضي الله عنه، سفيان الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه، من أصح الأسانيد عن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكونا حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده. ولا يرفع يديه في السجود،
ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. يعني هذا الحديث تقريبا يعطي نفس المعلومة الموجودة في الحديث السابق، ولذلك فالحديث السابق يقوي هذا الحديث، وإلا فإسناد هذا الحديث يعني فيه مثل محمد بن مصفى الحمصي هو صدوق له أوهام وبقية. أحسنت، أعد الجواب وارفع صوتك. يقول في هذا الحديث على الأقل إن لم يكن صدوقا إن لم يكن ثقة فهو صدوق، وكأنه يشير إلى قول المحقق هنا وإسناده ضعيف لضعف بقية. بقية ليس ضعيفا، بقية ما هو ضعيف، بقية ثقة في نفسه وصدوق في نفسه، لكن المشكلة أنه ماذا يفعل؟ مدلس. فإذا روى عن الضعفاء نزل حديثه، وإذا روى عن الثقات ارتقى حديثه. لذلك فإنه هذا الذي يعني عن أكثر أهل العلم أو غالب أهل الرجال. فضل هذا قول النسائي. وهذا كله موجود هنا. النسائي قال إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، هذا واحد. وجمع من الأئمة يعني جمع واحد قالوا إذا قال حدثنا وأخبرنا إذا حدث عن الثقات فهو ثقة، وإلا طيب. والثالث أنه إذا روى عن من؟ الشامي. وهذا الزبيدي شامي. الشاهد من كلام فهو في هذا الحديث ماذا؟ إن لم يكن ثقة هو صدوق، هذا صحيح. أما أن يؤخذ الرجل هكذا يعني كتلة واحدة صدوق في كل مكان أو ضعيف في كل مكان، والله أعلم. وهنا صرح بالتحديث طبعا، ف يعني التقية يعني ما يمكن أن يعني يكون منه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود: روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة، لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. طيب، هذا الحديث في يعني بعض اللطائف نذكرها، انتبهوا إليه. أولا في قول عبد الجبار بن وائل بن حجر: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، لأن من الناس من قال إنه ولد وأبوه ميت، يعني مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ومنهم من قال مات أبوه لستة أشهر من ولادته، وهذا لا يصلح مع كونه قال: لا أعقل صلاة أبي، كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، لأن هذا لا يقال فيه من كان ستة أشهر، واضح؟ ما يدل على أنه أكبر من ذلك، لكنه لا يحسن أن ينقل ما رآه، وبالتالي فلا تصح روايته عن أبيه متصلة، وإنما لابد أن يكون بينه وبين أبيه ماذا؟ واسع. طيب، وروى هنا عن وائل بن علقمة، وائل بن علقمة أخوه، لكن هل يصلح أن يكون أخوه
هو عبد الجبار ابن وائل وأخوه وائل ابن علقمة ها؟ لو كان عمه فكان أبوه وعمه وائل صحيح؟ إذن ما الذي حصل؟ انقلب الاسم، فبدل أن يكون علقمة ابن وائل صار وائل ابن علقمة، بالتالي انقلب الاسم فقط، وهذا سهل، وهذا يدل عليه رواية أخرى أنه علقمة بن وائل أخو عبد الجبار بن وائل. فهو يقول أنا لي أخ أكبر مني، أنا لما كان أبي يصلي هذه الصلاة ويقول هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ما كنت أعقل ذلك، فحدثني بذلك من؟ أخي الأكبر وهو علقمة، علقمة بن وائل، هذه إحداها. وعلقمة بن وائل هذا صدوق. طيب، الأمر الثاني وهو أنه لما ذكر قال إذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته، أي أنه في كل موضع ذكر هنا الرفع، في كل ركعة فعل نفس الشيء حتى فرغ من صلاته. اعترض أبو داود على جزء من الحديث، ما هو؟ أن هماما ماذا فعل؟ روى الحديث عن جحادة، يعني مثل ما رواه عبد الوارث ابن عبد الصمد، رواه من؟ عبد الوارث بن سعيد، مثل ما رواه عبد الوارث بن سعيد رواه هشام همام عن ابن جحادة، كلاهما رواه عنه. طيب، وطبعا همام مين؟ همام بن يحيى العوذي، همام بن يحيى العوذي ثقة له أوهام، ثقة له أوهام شيء. طيب، لكنه لما رواه عبد الوارث بن سعيد زاد فيه وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، وهمام بن يحيى العوذي لما رواه ما ذكر فيه الرفع من السجود. فنحن قلنا إذا كبر للركوع أو قام من الركوع عند تكبير الإحرام وعند القيام من الركعة الثانية، وما قلنا إنه إذا قام من إذا رفع رأسه من السجود وهذا يعني أنه بين السجدتين، ما قلنا هذا. هذا يدل على جوازه، إذا أثبتنا هذه الرواية يدل على إيش؟ على الجواز وليس على الإلزام، أنت غير ملزم بهذا، هذا يدل على الجواز. لكن أبا داود قال لا، هذه زيادة شاذة. لماذا؟ خالف فيها عبد الوارث بن سعيد من؟ همام بن يحيى العوذي. طيب، وليكن عندنا سببان يمنعان من كون هذا شاذا. أما السبب الأول فعبد الوارث بن سعيد ثقة ثبت، وهو من أوثق الرجال في يعني في الأشياخ وفي نفسه، وبالتالي ما المشكلة؟ نحن قلنا إنه إذا زاد واحد على آخر في مثل هذه الصورة يعني زاد زيادة لا تنافي المزيد، فلا يعد ذلك إشكالا إذا كان الذي زاد الزيادة يتحمل الزيادة، كان يكون ثقة ثبتا كذا، فكيف إذا كان مثل عبد الوارث؟ وأما الشيء الثاني فإن عبد الوارث أصلا أتقن من همام ابن يحيى العودي. عبد الوارث عند المناقش عند المقارنة لو عكست القضية وهمام هو الذي زاد لأمكن أن يقال هذا. لماذا؟ لأنه قيل فيه إنه يخطئ أو يغلط أو كذا. محمد بن سعد قال عنه ثقة ربما يغلط، محمد بن سعد قال عن يحيى بن عن همام بن يحيى العوذي قال ثقة ربما يغلط، وهذا ما قيل في عبد الوارث بن سعيد. فلو انعكست القضية لأمكن أن يقال إنه شاذ، بينما لم تنعكس، وبالتالي فالرواية ثابتة وليس هناك شذوذ، وقلد المحقق والمؤلف في كونه شاذا، ليس صحيحا، بل هي ثابتة محفوظة، ثابتة محفوظة.
واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا المسعودي حدثنا عبد الجبار بن وائل حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. طيب، قفزت عن رواية عثمان بن شيبة، تأتي بعد هذا. يعني في تقديم وتأخير. تقديم وتأخير. طيب اقرأ رواية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه ثم كبر. نعم. طيب، هذا نبدأ بهذا الحديث، وهذا الإسناد ضعيف. لما؟ الأخير ذكروا أخيرا، تفضل. الانقطاع بين عبد الجبار وأبيه هذا ذكرناه، هذا ذكرنا فيما سبق أنه لم يسمع من أبيه، وهو صرح قال: كنت غلاما صغيرا لا أعقل صلاة أبي. واضح؟ وهذا يدل على أن ما ذكر فيما ظن البزار أن الذي قال ذلك هو علقمة بن وائل، والواقع العكس، أن الذي قاله هو من؟ عبد الجبار بن وائل وليس علقمة بن وائل. هذا أولا. ثانيا، فمع انقطاعه فيه ذكر محاذاة الإبهامين بالأذنين، ونحن لا نحتاج إلى بالمتصل الصحيح، و جميل. إذن هذا في إشكال، هذا الانقطاع. في شيء آخر؟ في شيء آخر في الإسناد؟ ها؟ لكن نحن نعلم أنه إنما سمع هذه القصة من أهل بيته، من أهله، من علقمة، ويبدو أنه سمعه من علقمة وغير علقمة. لماذا؟ لأن الأهل لا تطلق على الواحد، وإنما الأهل تطلق على أكثر، فيبدو أنه تعلم من أكثر من واحد من أهله، أما هو ما سمع من والده ذلك. الآن الرواية الثانية، وهي حديث مسدد: حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا المسعودي حدثنا عبد الجبار بن وائل حدثني أهل بيتي، وما قال بعض أهل بيتي أو بعض أهلي، وإنما قال حدثني أهل بيتي. وأهل بيتي هنا عندما يضاف النكرة إلى المعرفة يعم، فإما أن يكونوا جميعا أخبروه، وإما أن يكون بعضهم أخبره فأطلق العموم على البعض، لكن ظاهر النص البعض لا الأكثر. إذا أضيفت النكرة إلى المعرفة دلت على العموم. واضح ولا لا؟ جميل. هذا يدل على أنه سمعه من علقمة ومن غير علقمة، وعلى الأقل يكون سمعه من علقمة، فهو إيش؟ فهو حسن. قال أنه حدثهم عن أبي يعني وائل بن حجر الصحابة رضي الله عنه أنه حدثهم أنه حدثهم، ولاحظ أيضا هنا الجمع في كلمة حدثهم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. فإذن تكبير ثابت واضح، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله خص في هذا الموضوع بالذات جزءا، وهو جزء رفع اليدين. البخاري رحمه الله له كتب غير الصحيح كثيرة، وله أجزاء وهي تشابه ما في الصحيح من الأبواب، يعني تجد لهذا الكتاب بابا في صحيحه، فإذا خص فيه أو خص له جزءا جمع أحاديث ذلك الباب، فهو لا يجمعه في الصحيح لكن يجمعه ماذا؟ في الجزء، مثل جزء القراءة، جزء خلق أفعال العباد وما إلى ذلك.
لأن هذه المسألة مهمة جمع أحاديث في ذلك الباب. واضح يا جماعة؟ طيب إذن هذه قضية ثابتة. طيب نرجع الآن نقول كيف يكون وضع اليدين عند رفعهما؟ كيف تفضل؟ طيب أولا المحاذاة ستكون من اليدين إما برؤوس الأصابع أو بنفس الكفين. فإذا وضع يديه حذو من منكبيه، المنكب هو مجمع ما بين العضد والكتف قلنا. إذن هكذا بهذا الشكل، واضح؟ طبعا وجه الكف أو بطن الكف إلى القبلة وظهرها إلى المكبر الذي يكبر هكذا. وإذا كان إلى فروع أذني أو إلى شحمة أذني، هذه الشحمة ستكون إيش؟ بهذا الشكل. يعني الصورة التي فيها أنه يعني الآن هناك كتاب محطوط عليه المصلي وهو يجعل يديه هكذا يعني عند الأذنين، كأن المؤلف أو المصور أو الذي كتب رسم الصورة كأنه يتصور أنه حذو أذنيه يعني إيش؟ يعني ملتصقة بالأذنين. لا، هذا ما فيه. حذو أذنيه يعني بارتفاع الأذنين، بمسامتة الأذنين، فيكون رؤوس الأصابع إلى فروع الأذنين وهي شحمة الأذن، هذه شحمة الأذن، واضح؟ وبالتالي هكذا، هذا هو التكبير. أو أن يكون أنزل من ذلك لا بأس، بحيث لا يصل أصلا إلى الأذنين بهذا الشكل. هذه السنة في رفع اليدين. أما أكثر من ذلك أو وضع الأصابع في خلف الأذن ثم زحلقة والتكبير، هذا ليس من السنة ولا يفعله طالب علم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. يعني بشر المفضل الراوي الحديث هذا قال يعني مثل الحديث فيه أنه قبض ثنتين يعني أصبعين، وحلق بين الإبهام والوسطى بهذا الشكل، وأشار بالسبابة. إذن هذه هي، أولا هذا كف مفتوح، ماذا نفعل؟ نقبض اثنتين، هذه قبض اثنتين، أشرت باثنتين أو قبضت اثنتين اللي هو الأصبع الخنصر والمنصر، ثم جعلت الحلقة ما بين السبابة ما بين الوسطى والإبهام وأشرت بالسبابة. هذه الإشارة التي شرحها بهذا الشكل بشر ابن المفضل، وبشر ابن المفضل عن عاصم، الذين رووا عن عاصم هذا الحديث أكثر من 10، منهم أئمة كبار سفيانان وشعبة وأبو عوانة وبشر المفضل، طبعا من كبار أيضا هو ثقة ثبت، جمع من أهل العلم رووا هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. قال: وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. طيب، وبعد الإشارة هذا الذي ذكره هكذا كما ذكرنا
من ذكرنا من الكبار السفيانان قلنا وعوانة بشر المفضل شعبة إلى آخره، هؤلاء ذكروا ذلك. وأما زائدة بن قدامة فقد روى الحديث أيضا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، لكنه زاد بعد ذلك يحركها، قال ورأيت يحركها يدعو بها، ورأيت يحركها يدعو بها، إذن ستتحرك هذه السبابة فيها. فقال بعضهم إن هذا التحريك شاذ، والسر في ذلك أنه كيف يكون أولئك الجمع الكبير من هؤلاء الرواة 10 منهم من هم من أئمة أهل الحديث على رأيهم على رأسهم سفيانان وشعبة، ومنهم بشر المفضل كما رأيتم وأبو عوان وغير، هؤلاء لم يذكروها وهو الوحيد الذي ذكرها. فهل إذن هي شاذة كما قال؟ تفضل. زائدة بن قدامة لا يعد السماعة إلا بعد ثلاث وهو يتحمل الزيادة. يقول هنا بشر زائدة بن قدامة لا يعد السماع حتى يسمع ثلاثا ويتحمل الزيادة، صحيح؟ هذا الذي ذكره ابن حبان، قال زائدة بن قدامة لا كان لا يعد السماع حتى يسمع ثلاثة، وهذا صعب وعزيز. يعني لو جاء الآن واحد من الشباب ونحن لسنا مثل أئمة الحديث في ضيق الأوقات وكذا، وقال أنا أريد أن أسمع الحديث ثلاث مرات، كل حديث تذكره ثلاث مرات أسمعه، وإلا ما أعتبر نفسي ما سمعت منك شيئا، ها؟ أنت لو كنت مكان شيوخ زائدة بن قدامة ماذا تفعل؟ تقول له اذهب خذه من غيري، الله سهل عليك، أنا لست متفرغا لك، أنا أعيد الكتاب ثلاث مرات تقرأه علي حتى تقبل أن تقول سمعت. قال لك أنا ما سمعت من عاصم بن كليب، أنا سمعت مرة واحدة ما سمعت فلن أرويه. فكان يتوثق من سماعه إذا سمع، ولا يعد السماع إلا بعد سماعه ثلاث مرات، هذا واحد. هذا غير أنك عندما تنظر إلى زائدة بن قدامة في فضله في الحفظ والعلم، فالشاهد من كلام هذا يدل على أن زائدة حفظ، أن زائدة حفظ، ولا مانع من أن يكون هؤلاء ذكروا جزءا منها، وإلا فكل منهم ذكر أشياء ما ذكرها الآخر، لكنهم لم يجتمعوا على ترك شيء من هذه الأشياء إلا الإشارة، إلا التحريك مع الإشارة. قال رأيته يحرك سبابته يدعو بها، أو إشارة بالسبابة، ورأيته يحرك ويدعو بها. لماذا قال هذا زائد؟ لولا أنه سمعه ما قال، وهو ثابت عن زائدة، إذن فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتحريك الأصبع في التشهد ثابت ولا يعد شذوذا، ولو كان غير زائدة لا أمكن أن يكون شاذا. وضحت هذه ولا لا؟ لعلنا نسأل عنها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى، نشوف وضحت أم لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، قال فيه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرصغ والساعد. وقال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل أو جل الثياب، تحركوا أيديهم تحت الثياب. يعني تحركوا أيديهم، يعني يرفعون الأيدي، الله أكبر، تحت الثياب، لا يخرجون أيديهم منها بسبب البرد، وليس تحرك أيديهم من إشارة التحريك. وهنا اختصر الحديث، وهذا الحديث فيه ذكر الإشارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة،
وعليهم برانس الأكسية. هذا يبين المقصود من يحركون أيديهم تحت الثياب، وهو أنه قال يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس الأكسية. البرنس هو أن يكون للكساء طقية، يعني يكون غطاء للرأس من نفس الكساء، واضح؟ يعني كساء فيه رأس يوضع على الرأس وينسدل على هذا هو المقصود بالبرنس. والكساء الذي ليس فيه ما يغطي الرأس يسمى كساء غير برنس. فبرانس الأكسية هي أنه يعني لا يردون البرانس إلى الخلف، يلبسون الأكسية والبرانس، وإنما أيضا عليهم برانس تلك الأكسية. وفيه نسخة وعليهم برانس وأكسية، يعني برانس برانس الأكسية، هذا الذي يكون قريب.
الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب افتتاح الصلاة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. نعم، هذا كالسابق، فيه شريك بن عبد الله النخعي، وهو النخعي وهو صدوق يخطئ، يعني فيه ضعف من قبل حفظه، وبالتالي لكن فيه ما في الحديث السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو عاصم، الضحاك بن مخلد حاء، وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، وهذا حديث أحمد. قال: أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، انتبهوا إلى كلمة أخبرنا، قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد. إذن محمد بن عمرو بن عطاء سمع هذا الحديث من الصحابي أبي حميد. كمل. قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة. قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة أو تبعة، ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. جميل، هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما قال ابن القيم رحمه الله صحيح متلقا بالقبول، صحيح تلقى بالقبول. فالأصل أن نحفظ مثل هذا الحديث ويعمل به، ومن فوائد هذا الحديث الكثيرة التوفيق. الله عز وجل وفق ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه أبا حميد الساعدي، وفقه ليقول لأصحابه هذه الكلمة، ويقول له: لست بأعلمنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أثرنا له تبعة أو تبعة أو تباعا. وهذا في فائدة الثانية، وهي أن من سيصلي إليهم أو سيصلي أمامهم كلهم يحفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقوه على ذلك دل ذلك على أن هذا مطابق، وكأنهم جميعا أجمعوا على ما رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي فعله أبو حميد رضي الله عنه. واضح؟ هذا التوفيق من الله أن تنقل لهم، مع أنهم في البداية قالوا: لست بأعلمنا. انتهت القضية، قد يكون كلهم خلاص طالما كلكم تعرفون، ها؟ لكنه لم يتوقف عند ذلك، فقالوا: فاعرض. عرض قالوا: صدقت، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم.
هذا نحن الذين استفدنا منه، هم كانوا يعرفون ذلك، لكن من الذي تعلم ومن الذي استفاد؟ المسلمون إلى يوم، هذا من توفيق الله عز وجل، وفيه تواضعهم وقبولهم للحق، إذ قالوا صدقت بعد أن قالوا له لست بأعلمنا، كيف كانوا يتقبلون من غيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري، حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا. قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثني زهير بن غم. تفضل. في حديث عيسى بن إبراهيم طيبة، حديث عيسى بن إبراهيم قبله. على كل حال هذا الحديث الأول فيه ابن لهيعة، ولكن الراوي عنه من هو؟ قتيبة بن سعيد. فإذا روى عنه قتيبة بن سعيد أو عبد الله ابن أو العباد الثلاثة ابن المبارك وابن يزيد المقري وابن وهب فهو صدوق في روايته، وهذا إلا أن فيه ولا صافح بخده، فهذه الزيادة ليس لا يتابع عليها، انفرد بها فلا يتابع عليها، وبالتالي لا تثبت. عيسى هو الذي لم نقرأه حديث قتيبة بن سعيد، قرأنا قتيبة كل ما قرأ أنت قرأت قبل قليل حديث عيسى بن إبراهيم، الذي قرأنا حديث الإمام أحمد، الذي قرأته قبل قليل حديث عيسى بن إبراهيم. إيه إذا قدمت حديث عيسى بن إبراهيم لا بأس. حديث عيسى بن إبراهيم نقرأ حديث قتيبة، لا تقرأ حديث قتيبة إذا تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. نعم أحسن الله عليك. تقول السائل الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا أنا على دين وأنا مولع بشراء الكتب، هل يجوز لي شراء الكتب وتأجيل هذا الدين؟ إذا كان الدين مؤجلا يعني مقسطا على آجال وتستطيع أن تسده فلا بأس، ما لم يحصل عليك ضرر بذلك. أما إذا كنت تعلم أنك إذا ازددت من الكتب وازددت دينا لم تستطع أن توفي فلا يجوز. نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم، هل يلزم من عدم وجود الجدار وجود سترة وهي أعم العنزة؟ لا، هو أصلا إيش المقصود من حديث ابن عباس؟ المقصود منه أنه ذكر في معرض الاستدلال على مرور تلك البهمة أو الأتان من غير أن يكون هناك سترة، لكن ليس من بين يدي الإمام. يقول السائل: هل الكلب الأسود شيطان حقيقي؟ كلمة حقيقي هو شيطان، وكلمة شيطان أعم من أن تكون بمعنى
الشيطان المريض الكافر من الإنس من الجن هو أعم من ذلك. يعني كلمة شيطان أعم، فيها البعد وفيها الشر، ولكن لا يشترط أن يكون ذلك بمعنى أنه جن. يقول السائل: هل يدخل رفع اليدين؟ بل الإنسان الكافر إذا كان الإنسان كافرا معاندا فإنه يكون شيطانا أيضا، لذلك قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.